اهلا بحضراتكم، رجعنا فقره يمكن اشرنا ليها في المقدمه في بدايه البرنامج. قلنا هنتكلم النهارده عن عالم موسوعي كبير، واحنا يعني بنتكلم عن او في الذكرى الـ40 لوفاه العالم المصري الكبير الاستاذ الدكتور مصطفى سويف. هذا العالم الذي اسرى المكتبه العربيه بالكثير والكثير، سواء من الجانب الابداعي او كمان من الجانب النفسي. تفاصيل كتير هنتكلم حوالين رائد من رواد الثقافه والفكر والمعرفه في عالمنا المعاصر، استاذنا الاستاذ الدكتور مصطفى سويف. هو خريج كليه الاداب جامعه القاهره، وتحديدا في قسم علم النفس، واستدعي او عمل زائر في الكثير من الجامعات الاوروبيه، وتحديدا في لندن مثلا على سبيل المثال، لاثراء هذه الجامعات بمعلوماته وافكاره العظيمه. ضيوفي اللي مشرفيني في الاستوديو للحديث حول اعمال استاذنا الاستاذ الدكتور مصطفى سويف، تاريخه، العالم الخاص بالعالم مصطفى سويف، نبوغه. عنده كتاب مهم جدا هنتكلم عنه النهارده في حدوته مصريه. اساتذتنا اللي مشرفينا الاستاذ الدكتور زين العابدين درويش، استاذ علم النفس بكليه الاداب جامعه القاهره. اهلا بيك يا دكتور ومنورنا. اهلا بحضرتك. كمان دكتور سمير مندي الناقد الادبي، اهلا بيك، منورني. هبدا بيك دكتور سمير علشان نتكلم عالم موسوعي. وفكره العالم الموسوعي فكره مهمه جدا، لها محاور كتير وتحتها خطوط كمان كتير، بس انا هتكلم عن دكتور مصطفى سويف من خلال أو عمله أو كتابه الخاص بالسيرة الذاتية بتاعته. أولا الكتاب الخاص بالسيرة الذاتية كان اسمه يوميات العام والشأن الخاص. تمام، يوميات في الشأن العام والشأن الخاص، من بشكل مختلف وآليات مختلفة وطرق مختلفة، لأنها بتعتمد على نموذجين، نموذج أدبي وكمان نموذج نفسي. أنا عايز أتكلم عن يوميات في الشأن العام وفي الشأن الخاص. والله كتاب الدكتور مصطفى سويف أستاذنا العالم الجليل عليه رحمة الله هو تحت صنف أو نوع السيرة الذاتية، وخصوصا اليوميات منها. واليوميات بتختلف عن السيرة الذاتية فإنها بترصد وبتسجل يوميا ما يرتضيه الكاتب لنفسه أو من وضع الكتاب من أحداث أو أخبار خاصة به أو خاصة بالظرف التاريخي الذي يحياه. ولذلك دكتور سويف كتب على الغلاف، مش تأليف، كتب رصد وتسجيل لأستاذ الدكتور مصطفى سويف. وهذا معناه أنه منحاز إلى فكرة التوثيق، توثيق الوقائع. وهو أشار في مقدمة الكتاب إلى المراحل التي مر بها هذا الكتاب في بداياته أو في طور النشأة، عندما بدأ يكتب هذا الكتاب في ظرف تاريخي خاص بالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وهو كان سجل نفسه للحصول على دبلومة علم النفس الإكلينيكي في لندن. وكيف بدأ يكتب أولا بالإنجليزية في أسلوب المذكرات، ثم تحول من الإنجليزية إلى العربية، ثم تحول مرة ثالثة من العربية إلى الإنجليزية، ثم أخيرا استقر يكتب هذا الكتاب باللغة العربية، واستقر على أن يكون هذا الكتاب قسمة أو بين الشأن الخاص به كباحث وكعالم، وكان الشأن العام من أحداث سياسية متواترة. ويبدو أنه يعني ارتضى هذه القسمة لأنه وجد نفسه يتوتر بالأحداث السياسية التي تحدث لبلده وهو خارج مصر، فينزع مرة للكتابة باللغة العربية ومرة يكتب باللغة الإنجليزية، وشعر بضغط الظرف السياسي عليه، فقرر أن يتابع الشأن السياسي محليا ودوليا في كافة تجلياته، مع ما يكتبه حول شخصه كإنسان وكعالم
في بحوث المخدرات، وهذا الجانب طبعا يتحدث عنه أقدر مني أستاذنا الدكتور زين العابدين درويش. طبعا نرجع طبعا مكملين، بس خلينا نروح لدكتور زين العابدين درويش. أنا قلت في مقدمة الحلقة خالص في البداية إن إحنا قدام رائد موسوعي، يعني هو في الأصل بيعالج من آثار من المفترض إن هي بتحمل نوعين من الآثار. إذا كان هو بيتكلم عن المخدرات فهي آثار نفسية وكمان بعد نفسي واجتماعي وعضلي أو جسماني إن صح التعبير. أنا بتكلم عن أكتر من أسلوب وأكتر من طريقة، بس هو الجيل نفسه اسمه جيل العمالقة أو جيل الرواد الموسوعيين. دكتور زين، فكرة أن يكون لدي كاتب موسوعي أو أديب إن صح التعبير، راصد، معاني كتير ومصطلحات كتير بتندرج تحت اسم أستاذ الدكتور مصطفى سويف. حضرتك الأول بتشوف ده إزاي أو بتقراه إزاي وأنت يعني عايشت هذا العملاق وتتلمست إن صح التعبير على يدي، بتشوف ده إزاي؟ والله أنا اللي بشوفه أنه رؤى متعددة بالنسبة للأستاذ. تفضل. والحقيقة الدكتور سويف بالنسبة لي كان مزيج من الأستاذية والأبوة والصداقة والزمال. أنا مش عايز يغلبني تأثري، لكن يعني لا احنا كان يعني عالم من الخبرات الجميلة جدا اللي بتساعد الواحد يعيش حياته بمعنى أعمق، مش بس مجرد انه يعايش الأحداث بمعنى سطحي يعني. صحيح. فالدكتور سويف كان موسوعي لأنه كان يعني واسع الأفق، بحيث انه كل المعاني وكل المعالم وكل الأحداث تشغله، ولو في ذلك حاجات كثيرة يعني. الأستاذ الدكتور سمير كان بيتكلم عليه على حرب دي كواليس يعني. تمام. يعني لما قامت حرب 56 ديت العدوان الثلاثي كان بيدرس في انجلترا، فلما عزاله وقال لهم انا لازم اسافر، قال له رايح فين؟ هتعمل ايه في الحرب يعني؟ لا انت جندي ولا انت. قال لهم اموت، لو بيموتوا اموت معاهم، لو في اي حاجه اقدر اعملها اقدر اعملها وانا هناك. قالوا له مش هيفيد انك انت تروح، وخصوصا انها هتبقى ايام وتنتهي المساله فده حس وطني غالب عليه في حاجات كتيره. ومثلا برضو الحس الوطني غالب عليه لما في 67 في 73 فوجئت وانا بزوره، يعني انا كنت ساعتها كلفت في القوات الجويه في المجلس الوطني للدفاع الجوي، اكتشفت رحت بزوره لقيته فارد قدامه الخريطة وبيبص وقاعد بيدرس المواقع وبيقول لي شوف من هنا حصلت الثغرة. كان وقتها أزمة الثغرة. فكان حزين جدا ان في يعني نوع من في بالنسبة لحركة العدو بالقياس الى بعض الغفلة في بعض المواقف يعني. فهو كان وطني وقومي وله في الفن وله في العلم وله في الفلسفة، ده في المبتدأ لأنه درس فلسفة أصلا. فلسفة طبعا هو القسم نفسه، القسم فكان يعني سوعية واضح في معالم كثيرة جدا. أقول لكم حاجة لطيفة جدا. اتفضل. أنا اكتشفت إن في هو لأن الراجل كان مؤنس وكان لطيف المعشر رغم ان هو بيبان ان هو شديد الصرامة، انما لما تقعدوا معاه كنت تكتشف اللطافة والانس. واخد بالك؟ كنا بنتكلم في حاجات انا استغربت ان احنا متفقين فيها تقريبا. يعني فاجئني مثلا انه بالنسبة لاغنية ام كلثوم بتاعت الهوى غلاب وكان عاجبه قوي الاهات اللي بتقولها، فقلت له تصور يا دكتور ان الاهات ديت زكريا احمد عملها لانه كان لسه فاقد ابنه، كان شاب لسه في العشرين. قال لي تصور. فبعدين حكى لي حكايه لطيفه، قال لي يعني بيبقى في عزاء للفنان ان هو
يعايش الاهات بالمعنى الفني بمفهومه الفني. فقال لي طب انت تعرف مثلا كان طه حسين مع احمد شوقي في احد المصايف وكان معهم عبد الوهاب، فعبد الوهاب سمع بوفاه والده فبقوا بيواسوه بتاعه، وبعدين بيقولوا له غني عبد الوهاب، قال له ما غني ايه؟ هغني لكم ايه؟ في غنى ايه يتقال في لحظه حزن؟ قال له غنينا يا عبد الوهاب، غنينا يا عبد الوهاب. قال له حزن؟ قال له حزن يا عبد الوهاب. فغناهم النوح مش عارف ايه وبتاع، انما القعده يعني الى هذا الحد الفن يعني ملوش لحظه. الفن بتاع كل اللحظات، فده الى هذا الحد كان مرتبط بام كلثوم، بفنانين اجانب زي جيمس ميسون مثلا، انا كنت من المعجبين بيه، فكان يحكي لي يقول الراجل ده اخطاه تجاوزه الاوسكار اكتر من مره، وبقى صعبان عليه جدا مثلا واحد زي جيمس الاهتمام ميسون. بالشان العام يعني معني لما في جنيف مثلا ينزل لي في الاسواق وينزل في ويروح المتاحف ويحضر الكونسير، يعني عالم عالم يعني عالم مليء. كنت بقول له انت بتعمل ايه هناك يعني وانت في لوحدك كده؟ لوحدي انا مش لوحدي ابدا، انا محاط بالحضاره وبالثقافه وبالفن وبالعلم. اي دكتور زين، اصل لما انا اجي اتكلم عن استاذ في علم النفس او في الفلسفه، يعني انا عايزه ايه اكتر من كده؟ يعني انا بتكلم مش فيه مش مش لمجرد انه كان نفس ولا لا أستاذ يعني يصح ان احنا او يصح ان احنا نقول ان علم النفس هو عالم خصب جدا لاستيعاب كل الافكار، يعني ما يجب ان يكون استحاله اكون بتكلم عن النفس البشريه واغوارها وفلسفتها وتفاصيلها المختلفه وانا وفاهم ومستوعب ان اصعب رحله في الحياه هي رحله الانسان مع ذاته الداخليه. ازاي انا ما اكونش عالم كبير، اكون عالم كبير وانا مش قادر امارس كل التفاصيل اللي انا بتكلم عنها؟ طيب انا هروح ل لا هي كانت بتشغل من غير قطع حديثك، يعني بتشغله فكره توظيف الفكر في مجال الفعل. الله. ده كان مهم جدا. مثلا عني ببحوث المخدرات طوال 20-30 سنه وطلع فيها حاجات كتيره، بعضها مستفاد بيه وبعضها مهمل. يعني الوضع بتاعنا لانه كان في الوقت ده كمان كان ازمه يعني من الخمسينيات من الخمسينيات، وموضوع المخدرات حشيش وبعدين بقى المخدرات وبعدين بقى بالمالتي دراجز مع الامم مع منظمه الصحه العالميه، يعني عالم يعني بيكرس عمره بشكل الجانب الاكلينيكي جانب المرضى النفسيين. اشتغل مستشار لوزاره الصحه وغير في الكادر بتاع الوظيفي بتاع الاخصائيين النفسيين خدمه المجتمع من خلال العلم. طيب انا طبعا هو رئيس للاكاديميه طبعا الاكاديمي، فيعني عالمه عالم يجمع بين الفكر والفعل، فلم يكن يبخل بأي جهد لأنه من أجل توظيف العلم في خدمة المجتمع. تمام. وفي معاني كتيرة مطروحة في كتابه مستقبل العلوم الإنسانية. لما تشوفوا اللي بيتكلم عن بيتكلم لسه كان في حديث في التلفزيون دلوقتي عن ايه الكسره بتاعت خريج الاداب دول يسدوا عين الشمس وما في لهمش لازمه وبتاع، لانه ما فيش في سوء توظيف. انا لحد دلوقتي مش قادر استفيد الإنسانية. لا انا دكتور هرجع لحضرتك لان في اكتر من حاجه لازم خلينا نروح للدكتور سمير. دكتور سمير في لكل أديب أو لكل كاتب أو لكل مفكر أكيد ليه أسلوبه الخاص وليه مدرسته، حتى وإن صنف ضمن مدارس فكرية متفق عليها يعني، لكن خلينا أروح لأسلوبه لأسلوب دكتور مصطفى سويف في الكتابة وتحديدا في هذا النموذج. لو أنا بتكلم عن السيرة الذاتية، السير الذاتية أحيانا بنقع فيها ما بين مجموعة من التفاصيل. السيرة الذاتية ممكن أخدها على أنه هو وثيقة تاريخية، لأن أنا في اللحظة دي أنا بسجل أن أنا كنت في اليوم الفلاني أنا مشيت أو رحت اتفرجت على مسرح والمسرح ده كان بيعرض مسرحية كذا، وفي تفاصيل. إذن هو وثيقة يعتد بها. السيرة الذاتية هنا أو سيرة مصطفى سويف هنا، الأسلوب اللي انتاب مصطفى سويف في كتابتها كان ملامحه إيه؟ كان شكله إيه؟ وده طبعا من الناحية الأدبية باعتبار حضرتك ناقد أدب. والله هو منذ
البداية حدد وقال أنه هذه السيرة هي بمثابة شهادة، أو هذه تلك اليوميات هي بمثابة على أوضاع أو على عصر، ولذلك هو استشهد بمقدمة الكتاب بمدخل كتاب الجبرتي في كلامه عن الحملة الفرنسية، وقال أنه هذه الشهادة هي شهادة يكتبها عارية عن كل زيف وعن كل رغبة في التملق أو في النفاق لحاكم أو لسلطة أو لأي شيء. وإذن فالرجل منذ البداية قرر أن يكون التوثيق قريب جدا من المرجعية التاريخية، بالإضافة إلى ما يوثقه عن نفسه كباحث وكعالم وكأستاذ جامعة وكإنسان في نهاية المطاف. ولذلك جاء أسلوب الدكتور سويف في هذا العمل مزيج ما بين الجانب الشخصي وما بين الجانب التوثيقي، وأعتقد أنه الجانب التوثيقي كان غالب بصورة، لأنه هذه يوميات، يعني يكتب في اليوم الفلاني بتاريخ كذا كذا حدث كذا كذا، ويفصل في الداخل جزء إما شخصي وإما علمي إلى جانب الجزء السياسي محليا ودوليا. احنا نجد وهناك طبعا يوميات موجودة يوثق فيها جانب شخصي، علاقته بالأساتذة، علاقته بزوجاته. ده واضح كتاب، يعني لما اجي اشوف الاقي احنا حتى في او العلماء وأساتذة التاريخ لما بنيجي نقول كتب التاريخ او رصدها مختلفة نظرا لتوجهات الشخص نفسه. لما مثلا على سبيل المثال يكتب الراحل دكتور عبد العظيم رمضان يكتب عن الحقبة السادتية، فنلاقيه بيكتب من مفهومه ومنظوره واعتقاده الحقبة. لما يجي هيك هل يكتب عن الخمسينات والستينات وتأثره بعبد الناصر، فنلاقي ان هو نفسه بيكتب من خلال ده. هنا بقى الكتابة او السيرة الذاتية بتبقى محكومة بأهواء، انا بكتب، انا بكتب تاريخي انا مش بكتب تاريخ البلد، فلما اكتبها انا باتجاهاتي او بانتمائي انا ببقى منصف، يعني انا ببقى منصف مع ذاتي. في الحقيقة ما للحديث عن الانصاف في كتابة السيرة الذاتية بانواعها، المذكرات واليوميات والرسائل. احنا بس هنتكلم عن وجهة النظر. تمام. النظر مسألة خارج فكرة الانصاف او خارج فكرة ان انا اقول انه هذا الشخص صادق او كاذب، لانه هو ارتضى لنفسه منظور ووعد نبي. يعني الدكتور سويف اخذ على نفسه وعد انه هو صادقا ودون ممالقة او كذب او نفاقا لسلطة او لهواء شخصي، هيكتب عن شخصه كباحث وهيكتب عن ظرفه التاريخي واجد فيه. فعلينا ان نصدق هذا الوعد. طيب. الذي كتبه على نفسه او الذي اتخذه على نفسه في المقدمة. وبعد ذلك هيظل طبعا موجود منظور شخصي خاص به هو كعالم وكأستاذ، لانه زي ما قالنا استاذنا الدكتور زين العابدين انه هذا الرجل يريد ان يصادق او يكون هناك مصداقية ما بين الفكر والفعل. صحيح. واذا فنحن امام رجل شخصية خاصة لها وتوجهاتها في الحياة، الصادق بالنسبة له هو من يقول ويفعل. صحيح. ولذلك نجد بالداخل مواقف كثيرة جدا عن جامعة القاهرة وعن الأساتذة الباحثين في الخارج وعن مصداقية هؤلاء الأساتذة في بحوث المخدرات ومصالح الشركات الكبرى دوليا وعالميا، وكيف تتحكم في هذه البحوث، ومن هم الصادقون ومن هم الكاذبون ومن هم الذين صدقوا القول والفعل. هذا المنظور هو الذي يجمع ما بين الجانب الشخصي والجانب التاريخي في هذا العمل. ولذلك فإنه تفسيراته للأحداث السياسية محليا ودوليا تتسم بكثير من التشكك في مصداقية هذه الأحداث ومصداقية ما يصدر من تصريحات، خصوصا في مواقف تاريخية كانت تلم بالعالم العربي آنذاك. صحيح. سواء صحيح. كانت حرب العراق أو ما يحدث في ليبيا أو ما حدث. صحيح. بعد ذلك، أو حتى وصولا إلى ثورة 25 يناير، لأنه هذه السيرة تنتهي في نهاية عام 2014 وتبدأ في مطالع الثمانينات منذ تولي الرئيس السابق محمد حسني مبارك رئاسة الجمهورية. تمام. دين خلينا نروح لمصطلح علم النفس.
تحليلي. التحليل ثبت، او مش انا اللي هقيم يعني، ان هذا الرائد له نبوغ خاص في علم النفس التحليلي. مصطلح علم النفس التحليلي ماذا يعني هذا المصطلح؟ طيب اول قبل ما اجاوب على السؤال ده لي مداخلة بسيطة هنا تحت امرك، اتفضل. فيما يتصل بالعمل اللي الاستاذ الدكتور سمير بيتكلم عن السيرة الذاتية، هو يعني توثيقي لاحداث محلية اقليمية عالمية، توثيقي في هذا الصدد. الجزء الشخصي هو التفسير للاحداث دي او التعليق عليها، وجزء تاني ذاتي اللي هو بيتكلم فيه عن أحداثه وعن علاقاته مع تلامذته وعلاقاته مع أهل بيته يعني، فهناك جزء ذاتي. لكن في حاجة بقى يعني بتخلي الموضوع كلمة سيرة ذاتية يمكن شوية يبقى زيادة شوية بالنسبة، لكن هو كان عمل سيرة ذاتية بتاعته في مجلة الهلال بس بعنوان سنوات التكوين. سنوات بتكلم التكوين فيها من بدء الأحداث الشخصية بيها، ودراسته في السنة ودراسته في الجامعة والسجن السياسي وحاجات كده من هذا القبيل. دي سنوات التكوين دي اللي بنسميها يعني سيرة ذاتية، هو عبر عن نفسه بالمفهوم فيها الخاص قوي. سيرة ذاتية بالمعنى ده. فيما يتصل بعلم النفس التحليلي، يعني بينطلق الذهن على طول إلى فكرة التحليل النفسي. تمام. هو الحقيقة مش رموا الأساتذته في هذا التخصص التحليل النفسي اللي أغلبه بينسب إلى فرويد وكثيرين من الأساتذة، هو بيعتبروا أنه العلم النفس التحليلي أو ما نسمى بقى بالمعنى العربي بقى التحليل النفسي لا ليس هو العلم، هو له مجال محدود ومنهجيا في بعض الشوائب، ولذلك كان متجهه نحو التناول العلمي للظواهر السلوكية. التناول العلمي للظواهر السلوكية وليس النفسية حتى. يعني كلمة نفسية بنحطها كده ليبل يعني. تمام. إنما هو الظواهر السلوكية والسلوك بيعتبروا هنا العنصر الرئيسي في التعامل معاه، بحيث إنه ممكن يدرسه من ناحية المعرفية، يدرسه من ناحية الإبداعية، يدرسه من ناحية الحسية، من ناحية الحركية، من ناحية المرضية. يعني في أشكال كتيرة للسلوك من نواحي مختلفة بيتناول، فنحن نتعامل مع السلوك. ونبقى بالنسبة للجماعة أو الإخوة الأعزاء بتوع مدارس التحليل النفسي، إحنا بنسمي نفسنا المدرسة السلوكية. السلوكية. فهو كان من المدرسة السلوكية ومتزعم. ولو طيب صداقات والأساتذة بتوعه بتوع التحليل المدرسة النفسي. السلوكية. طب أنا لما حلل الشخصية أو أقوم بتحليلها نفسيا، احنا بنحلل السلوك، بنحلل السلوك. يعني بنحلل السلوك الشخصي، سلوك الشخصي يعني هو في فرق البشرية. هو في فرق ليس هنا كلمة الطبيعة البشرية، احنا عندنا السلوك الإنساني الناتج من الشخصية ده. فأنا بحلل ما يصدر عن الشخصية من صور السلوك المختلفة، سواء ذكريات، سواء كانت مشاعر، سواء كانت فكر. احنا بنتعامل مع السلوك بكل صوره حيثما صدر عن الإنسان. تمام دكتور. لذلك يعني مشكلتنا مش سهلة، رغم ان كلمة سلوك سهلة، انما لا هو نلاحظ الأمم لمؤاخذة يعني في تعبيرات اللي بنسمع أغوار النفس وأعماق النفس ده كله كلام يعني إيه ينفع يتقال أدبي في بشكل أدبي. يعني بشكل في الأدب. طيب يا دكتور يعني دكتور سمير ملوش في علم النفس عشان ما تورطوه. لا لا أنا مش هسأله في النفس والسلوك يسامحني الزملاء يعني. لا لا يا فندم حضرتك منورنا، لكن خلينا نروح للحديث عن أغوار النفس البشرية في الكتابة الأدبية. وأنا ملم بأبعاد النفس أو الأبعاد النفسية للمجتمع وسلوكه وتفاصيله، وأجي أكتب بشكل أدبي، هل 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 في فرق؟ يعني يلاحظ لما يكون في دارس أو مهتم أو متخصص بقى زي الدكتور مصطفى سويف في دراسة علم النفس ويجي يكتب عمل أدبي، الوصول لقمة الإبداع هيبقى سهل، الوصول لأغوار النفس البشرية هيبقى سهل.
تصنيف كتاب مكتوب سيرة ذاتية لعالم نفسي، انت بتقراه ازاي؟ يعني بالنسبة للجانب النفسي في النقد الأدبي بنرفعه لمسألة التفسير، نتكلمش عن مسألة الأغوار طبعا لأنها اختصاص آخر زي ما قال أستاذنا الدكتور زين، ودي بيبقى اختصاص خاص بأساتذة علم النفس أنهم يتناولوا الأدب من هذا الجانب، لكن بالنسبة لنا ده بيتحول إلى تفسير أو منظور خاص بالشخص نفسه. ومش شرط أنه الأستاذ الدكتور مصطفى سويف لأنه عالم نفسي يبقى هيطغى مسألة التحليلات النفسية على العمل، لكن لأنه إحنا بنلاحظ أنه داخل اليوميات نفسها الدكتور سويف بيضع علامات استفهام على سلوكيات بعض الأشخاص، وبيعلن دون لبس أو غموض أنه يتحير في سلوكيات هؤلاء الأفراد، وأنه شخصيا حزين لأنه الأفراد يتصرفوا على هذا النحو أو ذاك دون أن يدري لماذا. وعدم الدراية هذه أو عدم الكتابة عن تفسير معين لا يعني أنه لا يفهم أو لا يدري، لكن يعني أمورا أخرى أنه لا يتصور أن يكون مثل هذا السلوك الذي لا يتفق مع القول والفعل كما قال أستاذنا الدكتور زين، لأنه هو محدد لنفسه إطار في الحياة أن يتسم السلوك بالمصداقية مع الفكر وأن يتسم الفكر بمصداقية مع السلوك، وبالتالي فالأشخاص الذين يتصرفون خارج هذا الإطار هم بالنسبة له ألغاز أو أحاجة أو فوازير، يعني هو لا يفهم أن يتصرف هذا الأستاذ على هذا النحو أو ذاك، حتى هو داخل هذه اليوميات بيقول أنه بعض الناس يعني اتخذوا من ضعفهم ذريعة للسقوط وأن يسلموا بضعفهم وأن يتوقفوا عن المقاومة حتى يستريحوا خلاص، يعني شخص يعترف بفشل ويقول خلاص أنا فشلت وانتهى الأمر دون أن يحاول المقاومة أو الجهد أو الكفاح، وهو يعلن أنه هذا بالنسبة له يعني شيء غريب أو غير مفهوم، بالإضافة إلى تصرفات بعض الزملاء في الجامعة هو برضه أكتر من تصرف يضع عليه علامة استفهام، وتصرفات الباحثين في أوروبا هو أيضا يضع علامات استفهام على تصرفات هؤلاء الباحثين في الغرب الذين يدعون المصداقية والنزاهة، ونكتشف من خلال كلماته أنه هناك مصالح تحرك هذه الأبحاث ومصالح دولية وعالمية. إذن المسألة يعني مصطفى سويف هنا هو يرصد ويسجل الأحداث اللي يضع عليها تفسيري ويضع أيضا علامات استفهام فيما يخصه في الجانب الشخصي، وأظن أيضا هو ذكر وقع عن ابنه علاء في المنزل وبعض التصرفات ووضع أيضا عليها علامة استفهام. يعني بسرعة شديدة لما نيجي نتكلم عن عندنا حاجة فقرة مهمة جدا. دكتور زين أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتني، كان يصح إن احنا نطول أكتر كمان شوية لكن لينا لقاءات إن شاء الله يتم الكلام حواليها بشكل أكبر. نورتني أستاذنا الأستاذ الدكتور زين العابدين درويش أستاذ علم النفس بكلية الأدب جامعة القاهرة، شكرا لك شكرا جزيلا. دكتور سمير مندي أدبي نورتنا وأثريت هذا الحوار بشكل كبير. هقول لك تعبير فرنسي لطيف قوي بيقول إيه، أيتها اللحظات الحلوة نشدتك الله ألا تذهبي. اتمنى ان هي تكون لحظات حلوة كمان. انا عبرت عن نفسي وقلت انها كانت لحظات حلوة وعبرت جميل ويستحق طبعا. كل انا بقاوم انه يبقى ذكرى بصراحه طبعا يعني. هي مش ذكرى، لا احنا بنتكلم عن شخصيه اثرت في المكتبه العربيه والمصريه كلنا طبعا، وانا واحد ممثل لاجيال من الاساتذه نورتوني. تعيش يا حبيبي. مشاهدين خلصت حلقتنا النهارده من حدوته مصريه، استعرضنا فيها اشكال كتير من الفنون والاداب. بشكر كل زمايلي
في الاعداد اللي فعلا عملوا مجهود كبير جدا النهارده وقدموا لنا تشكيله مختلفه من الفكر والادب والثقافه، الاستاذه منار فتح الباب واحمد راضي ومها ابراهيم، بشكركم شكرا جزيلا. المخرج اسماعيل بيومي ومحمد طحون، بشكركم شكرا جزيلا. طارق عبد الفتاح اللي قدم معايا هذه الحلقه، او اللي انا كنت ضيفته النهارده انا كمان بشكره شكرا جزيلا. في ناس مهمه قوي قوي ان انا اقول لها كتر خيركم، تعبتوا قوي معانا، المصورين زمايلنا في البلاتو انا بشكرهم شكرا جزيلا. ان شاء الله غدا فريق عمل جديد، والتقي بكم يا رب على خير. شكرا لكم، وهذه تحياتي ايمان الشاميه، الى اللقاء.